كليد أخرى ويقنت في الدنيا بفوزي الأخرى ويقنت بالمامول في كل مطلب أؤمله والعسر يقلب ليسرا وذكرك لمهما ذكرتك منة ولم يحصل إلا على صورة نكرا له قد حمدنا حيث سمي أحمدا وتلك بحمد الله محمدة أخرى له قد حمدنا حيث سمي أحمدا وتلك بحمد الله محمدة أخرى ذكرتك فستبقيت ذكرك لأخرى ويقنت في الدنيا بفوزي الأخرى الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله الله لا إله إلا الله الله لا إله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله 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 إلا الله الله لا إله 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 إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله الله لا إله إلا الله الله لا إله الأول لا إله إلا الله الأخير لا إله إلا الله ظاهر لا إله إلا الله باطن لا إله إلا الله أحد لا إله إلا الله صمد لا إله إلا الله واحد لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله بشير لا إله إلا الله نذير لا إله إلا الله بشير لا إله إلا الله نذير لا إله إلا الله رسول لا إله إلا الله الله 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 لا إله إلا رأيت رسول الله عينا لرحمة به يهتدي من ضل في ممه قبري رأيت رسول الله عينا لرحمة به يهتدي من ضل في مهما قبري ضللت به يوما ويوما وثالثا وما هو إلا والنبي بنا يسري ضللت به يوما ويوما وثالثا وما هو إلا والنبي بنا يسري إلى حضارات لا أبوح بسرها بسهو ولا عمد صحو ولا سكري إلى حضارات لا أبوح بسرها بسهو ولا عمد صحو ولا سكري أيا صفة قد شبهت باسم فاعلي متى جئت فعلا صرت حيرة عاقلي
يا صفة قد شبهت باسم فاعلي، متى جئت فعلا صرت حيرة عاقلي. فإنك جمع حيث أنت شؤونه، وقد جئت فردا دون شكل مماثلي. فلولاك يبقى الحق حقا وما دري، ولولاك يبقى دائما عن مواصلي. فلولاك يبقى الحق حقا وما دري، ولولاك يبقى دائما عن مواصلي. عليها صلاة الحق بالحق وحدها، لئلا تكن بتراء في عين واصلي. عليها صلاة الحق بالحق وحدها، لئلا تكن بتراء في عين واصلي. يا صفة قد شبهت باسم فاعلي، متى جئت فعلا صرت حيرة عاقلي. يقيني يقيني رائحا بك راديا، على رغم غال للديانة عاديا. يقيني يقيني رائحا بك راديا، على رغم قال للديانة عاديا. يميني وخلفي أحمد النور مرشدي، إمامي إمامي مهلك الكفر ماحيا. يساري يساري مصطفى الكون مسندي، فمن كادني يلقى الردى والمخازي. يؤمنوني دنيا وأخرى فأختفي، مناهجه في الروح بالله ساريا. عليك صلاة الله ثم سلامه، سميري كتاب الله في الليل تاليا. عليك صلاة الله ثم سلامه، أدمر بالماح جميع عدائيا. عليك صلاة الله ثم سلامه، تجيب يا مولاي كل دعائي. عليك صلاة الله ثم سلامه، لأبقى أشيد الدين عاليا. عليك صلاة الله ثم سلامه، سميري كتاب الله في الليل تالي. لا إله إلا الله، 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 حق قدره ومقداره، حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي العربي الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. تحية من عند الله مباركة طيبة أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا وسهلا بكل من حضر من كل شبر من العاصمة الموريتانية نواكشوط، من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، نساء ورجالا، نصرة للحبيب صلى الله عليه وسلم. وأرحب بكل الوفود الوافدة بمناسبة هذه الذكرى العطرة، هذه الذكرى التالدة، هذه الذكرى المجيدة، هذه الذكرى الغالية. وأشكر الجميع على تجشم عناء السفر في هذا البرد، ويكفيهم شكرا أنهم يحضرون نصرة للحبيب صلى الله عليه وسلم. خير ما نبدأ به نستمع خاشعين متدبرين لمعاني آيات بينات من الذكر الحكيم، يرتلها علينا القارئ محمد
ولمحمد الحافظ ولا نحوي، فلنستمع إلى هذه الآيات بقلوب صافية وآذان واعية. فليتفضل هذا القارئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. بارك الله فيك وعليك. هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع جاء فيه محمد فتم لنا البشرى وعم نواله قد اختير كل من كل العوالم أصله كما اختير واختيرت لذاك رعاله. الفقرة الموالية مع رئيس جمعية المدى للتواصل الثقافي والاجتماعي المنظمة لهذه النصرة الطبيب التقليدي السيد أحمد ولد الشيخ أحمد وللمقري فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، عليه توكلت وبه نستعين، خالق السماوات والأرض وجاعل الظلمات والنور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه يرجع الأمر كله بالأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على شمس الملة ومنقذ العباد من الشرك والذلة من دار فلك التوحيد بدعوته واستنارت شموس حكمته وغارت أنجم الضلالة برؤيته وأسفر صبح التوحيد بسعادته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أيها الجمع الكريم، دعوني أرحب بكم باسم جمعية المدى للتواصل الثقافي والاجتماعي بما يليق بالمقام من مقال وما يناسبكم من معالي التقدير والاحترام. فلقد أعطى الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الشفاعة والدرجة الرفيعة وهدى المسلمين إلى محبته ونصرته وجعل اتباعه من محبته بقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، فكان هذا من الأسباب التي جعلت القلوب تتسارع وتهفو إلى محبته صلى الله عليه وسلم، وتتلمس الأسباب التي توثق الصلة فيما بينها وبينه صلى الله عليه وسلم. فمنذ فجر الإسلام والمسلمون يتسابقون إلى إبراز محاسنه ونشر سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، وهي أقواله وأفعاله وأخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم. فقد قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، والقرآن كتاب الله بكلماته التامة، وما كان كذلك كان أحسن الناس وأكملهم وأحقهم بمحبة خلق الله جميعا. إن هذه الأمسية تنعقد في ظروف محلية وعالمية استثنائية لما شهده تاريخنا وماضينا الإسلامي من تشويه وإساءة ومحاولة لقلب وطمس الحقائق التي هي أن الإسلام هو الأول من بين الديانات الأخرى وأكثرها انتشاراً وأكثرها تسامحاً وعدلاً ورحمة، ولأن الرسالة أداها بأمانة أفضل الأنبياء والرسل جميعاً محمد صلى الله عليه وسلم، وستبقى كذلك منيرة شامخة إلى أبد الآبدين. ومن هنا باسم الجمعية والمجتمع المدني، وهذا طبعا لسان حال الموريتانيين جميعا، نطالب السيد الرئيس بتطبيق حكم الإعدام على هذا الخسيس الخنزير نطالب السيد الرئيس بتطبيق حكم الإعدام على هذا الخسيس الخنزير التي لا تكفي جميع الألفاظ البذيئة في حقه، الذي هو لم يسئ إلى جنابه الكريم، فهو محفوظ كمن بصق نحو الشمس قاصدها لن تصل إليها وسترجع عليه طبعا، بل أساء إلى أمة بأكملها وحضارتها الإسلامية. وطبعا فإن السيد الرئيس في خطابه الأيام الماضية في ولاته قال إن موريتانيا دولة إسلامية وليست علمانية، ولهذا فحكم الله في هذه القضية واضح وصريح. وأيضا نطالب السلطات بدمج التربية الإسلامية كمادة أساسية وضاربها يرتفع من بين المواد، فقد همشت وأصبح الطلاب لا يفقهون فيها كثيرا ويقولون هي ضارب واحد في الامتحانات، بينما الفلسفة أكثر ضاربا منها، وما أدراك ما الفلسفة. وأيضا وضع مكانة جديدة للغة الضاد العربية وإدماجها في كل شيء حتى في شؤون الإدارية للدولة ومراسيمها. وفي الأخير نسأل الله العلي القدير أن يحشرنا مع نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا على الجميع أن يعلم أن الرسالة وصلت إلينا، كنا نحارب وندين ونستنكر الإساءة إلى رمزنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى مقدساتنا وإلى حضاراتنا بعيداً في الغرب أو في المجتمعات الملحدة والمقسمة، فنحن الجمهورية الإسلامية الموريتانية 100% مسلمون.
ولذلك كنا نحاربه بعيداً فأصبح الموضوع بيننا. فلذلك على الجميع أن يتنبه أن تكون العيون مبصرة والآذان مستمعة والقلوب منتفضة لردع الخطر المحيط بنا، وخصوصاً فئة الشباب لأنهم يحملون الشعلة الإسلامية. ونسأل الله العلي القدير أن يحشرنا مع نبينا وشفيعنا وحبيبنا وملاذنا ومبدأنا ومنتهانا وغذاء روحنا وقرة أفئدتنا، عليه أفضل الصلاة والتسليم، محمد صلى الله عليه وسلم، رئيس جمعية المدار للتواصل الثقافي والاجتماعي أحمد ولد الشيخ أحمد المقاري 30/1/2014. بارك الله فيك. لئن فاتنا في الدهر عين محمد فما فاتنا فيه التذكر والود، حنيت وإني في الخواطر زائر إذا ما ثناني عن زيارتك البعد، مددت إليك الكف شوقا وليتني تصافحني في النوم كفك والزند، عليك صلاة الله ما رن شاعر وما دام قمري على قنن يشد. فقرة الموالية منصور المحمودي وقطعة مقطع من صلاة ربي مع السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، إخوتي الكرام، أشكركم على هذا التجمع في هذه الندوة العظيمة لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا تنصروه فقد نصره الله. ما يقول الشاعر: وهب الله للعليا أن تتجسدا فقال لها كوني فكانت محمدا. وبعد، لا يسعني إلا أن أرقي مشاركتي في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث من مدحني: ولو بيت واحد كنت له شفيعا يوم القيامة. ولذلك لا بد لكل مسلم أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعرف على سيرته الشريفة ليتمسك بها ويجعلها وسيلة له لينال شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله. صلاة ربي مع السلام على حبيبي خير الأنام، صلاة ربي مع السلام على حبيبي خير الأنام، مدي الشفوفي دني القطوفي مرين عطوفي أيدي أمامي، أكا النبي الهاشمي أكا العلي الهادي التهامي، أكا الرفيع وذو المنيع أكا الشفيع يوم القيامة، عين الكمال عين الجمال قطب الجلال قطب الكرام، نافي الضلال ضافي الضلال صافي الزلال لكل وامي، جم الخصال جم المعالي جم النوالي نادى وهامي، زين الخلال زين الرجال زين الفعال زين الأسامي، علي المناري علي الفخاري علي النجاري علي المقامي، بدر السعودي وفي الوعود وفي العهود وفي الذمام، قطب الوجود مقني الوفود مدني الأسود إلى الحمام، أدي العباد هادي الأيادي جاري الأعادي جاري الظلام، حامي الحقائق صافي الخلايا قوز الخلايا كاف الزنام، أسنى الوسائي أسنى المحافي أسنى الوسائي سنى المحافي، مزد الجلائل مرد الليام، طود الجلالة بادي البسالة نجم الرسالة بدر التمام، سهل السجايا جم المزايا أسنى البرايا وسط النظام، مبدي العجايب مدي الرقايب لو كتايب وزد اللطام، سود الوقايع خضر المرابع بيض الشرايع حمر الصيام، وجه جميل طرف كحيل ظل ضليل على الأنام، وجه جميل طرف كحيل ظل ضليل على الأنام، فخر أصيل خد أسيل مجد أذيل في الفخر سامي، عز قديم هدي قويم وجه كريم على السلام، جاه عظيم مجد صميم جود عميم بلا صرام، خلق صبيح خلق مليح نطق فصيح أسنى الكلام، ليث جريء غيث مريء غوث بريء من كل لام، هادي أمين حصن حصين
حبل متين بين انفصام آمن نداه نائم مداه مولع عداه حد الحسام للمعجزات المبينات محكمات غر السوام أبدى الإله سنح له زارت علاه ضوب الموام والذئب عنه جذع حنه لو أنك المستهام والبدر شق لمن ترقى وبات يرقى بالاحترام والبدر شق لمن ترقى وبات يرقى بالاحترام والصخر سلم والجو أظلم لو تكلم موت الرجام والبئر فارت صرح صارت دعا فسارت خصب الأزام والشاة وبدت والشمس ردت لو أعدت دار السلام والضرع ضر والوحش قر لو أقر ضب الأكام والجذع خار والغيث فار لما أشار إلى الغمام آيات طه ليست تباهى ولا تناهى على الدوام آيات طه ليست تباهى ولا تناهى على الدوام قلبي لديه شوقا إليه يسكو عليه أسكى السلام ما الدهر لاحت ذكا وفاحت صبا وناحت أرق الحمام على الإمام أعلى الأنام أنما السلام من السلام إني لشاذي خير العباد راجي أيادي منه عظامي يا من حباه بما حباه ثم اصطفاه ابن مرامي ربي امحو عني ما كان مني سوءا فإني بك اعتصامي وحط ذنبي وحي قلبي فانت ربي محيي العظام كفر ذنوبي واستر عيوبي واكشف كروبي واغفر آثامي حقق منانا بك امتنانا وفي الخنانة بذا الإمام حقق منانا فيك امتنانا واغفر خنانا بذا الإمام وارزق لنا يا باري برايا عند المنايا حسن الختام صلاة رب قيل البلايا افتح لنا يا جمع العطايا سبل السلام وارزق لنا يا باري البرايا عند المنايا حسن الختام صلاة ربي مع السلام على حبيبي خير لنا صلى الله عليه وسلم. أداء جيد مديحة جيدة لكن الأداء جيد خرجت من القلب ووصلت إلى القلب. ها هنا يا ذكر الحبيب استديمي سيب شؤبوبك القعيذ العميم. ليالي اجتماع الحي عودي ليالي اجتماع الحي عودي ويا أهلا فحبك لا يبلى مع الدهر لا يبلى. وقفة مع المنشد في المديح سيدي محمد العلي الملقب صبغة خديم حضرة الشيخاني فليتفضل. إذا نحن بين المديح وبين الشعر بازدواجيته فصيحا وحسانيا والفقرات تتوالى فليتفضل السيد سيدي محمد والعلي الملقب صبغة. ولله حمد دائم متواتر إذا تم حمد يقتفي إذره حمد. ذكرتك فاستبقيت ذكرك لذخرى ويقنت في الدنيا بفوزي والأخرى. ذكرتك فاستبقيت ذكرك لذخرى ويقنت في الدنيا بفوزي والأخرى ويقنت بالمامول في كل مطلب أؤمله والعسر يقلب ليسرى. وذكرك لي مهما ذكرتك منة تؤمنني من كل ما أختشي دارا. فإنك أنت الوحيد الصمد الذي تعاليت عن تكييف إدراكنا قدرا لك الحمد يا مولانا فيما جرى به. قضاؤك حلوا كان صورة نمرا
لك الحمد أرسلت أحمد رحمة إلى الخلق مهداة محوت به الوزراء فلولا لم نسلك إلى الحق مسلكا ولم نجتنب نهيا ولم نمتثل أمرا ولكنه أبدى لنا منهج الهدى وأبقاه مكتوبا لنا سورا تقرأ وقد أظهر التوحيد شمس ظاهرة وساقط في تحقيق ألفاظ ذرة دعانا لتوحيد الإله فمن لم يؤم دعانا لتوحيد الإله بهديه فمن لم يؤب بالطاع ذل له قصرا ومولده الميمون يا نعم يومه ويا نعمه عاما ويا نعمه شهرا شفتنا به الشفاء إذ هي بشرت بمولده يا نعمة النعمة الكبرى له قد حمدنا حيث سمي أحمدا وتلك بحمد الله محمدة أخرى فيا نعمه نجلا ويا نعمه أبا ويا نعمه زوجا ويا نعمه صهرا ويا نعمه عبدا لمولاه سيدا على خلقه لا خلف بي ولا نكرى ويا نعمه علما وحلما وحكمة ويا نعمه وجودا ناذم له البحر ويا نعمه حسنا ونورا وبهجة نذم له شمس الظهيرة والبدر ولما نفاه المشركون وأعلنوا على المسلمين التابعين له الشر غزاهم وهم جم غفير مضلل فأهدى وأبدى القتل والسبي والأسرى أقامت لنا دين الهدى غزوات فلا غزوة إلا بها أحرز النصر وما زال يغزوهم بعزم مؤيد بنصرة دين الله كيديم الكبرى وما إن غزا إلا وكان حليبه من الله نصر قد يشد له أسرى بخيبر سلها والنضير وخندقا وسل مكة وسل حنين وسل بدر فكم رد أعداء الإله بغيظ ولم يحصلوا إلا على صورة النكرى قد انقلنا من زيغ الإشراك منة من الله لم نعبد يعوذ ولا نصر فيا لك من نعمة قد انعم ربنا علينا بها لا نستطيع لها شكرا محامده جلت عن الحصر كثرة يحصل حصى من رام يوما له حصرا فكل ثناء جاء في مدح غيركم فمدح له طبعا وأنتم بأحرى وكل ثناء جاء في مدح غيركم فمدح لكم طبعا وأنتم بأحرى وكل جمال من جمالك أصله تفرع لا شك بذاك ولا إطرى وكل دواع للغرام فأصلها محبتكم تغري المحب بها إغرى تجليت في عفرى عند محبيها فلولاهما إن قال ما قال في عفرى تجليت في عفرى عند محبها فلولاك ما إن قال ما قال في عفرى فقربكم عزي وفوزي وبغيتي يباعدني الضراء ويدنيني السراء فها أنا والحشرة إن صح أنني بكم ألتقي بالحشر يا حب الحشرة ألا يا رسول الله إني ساميكم بكم أحتمل أختشي
معكم برا لا يا رسول الله إني محبكم وجار لكم لم يخشى يراكم شرا وإني فقير لاجئ لجنابكم وإنك مني للذي أرتشي يدرى وإني فقير لاجئ لجنابكم وإنك مني للذي أرتشي يدرى فهب لي يا خير الخلائق نظرة تؤمنني كيد معاند والمكر عليكم على الكرام مصحبكم صلاة مع التسليم دائمة تترى ذكرتك فستبقيت ذكرك للأخرى ويقنت في الدنيا بفوزي الأخرى مد اسم لذكرها أطمئن أحمد اسم لذكرها أطمئن كل حرف منها بقلبي يرن كل حرف منها نقي نجي صفي لتسيح فيه الأذن المشاركة الموالية للأستاذ الفقيه محمد والمحمد حرمة والبتان مشاركة أعدها خصيصا لهذه المناسبة فليتفضل الطالب الخليل والإسماعيل والإلخال نيابة عن الأستاذ محمد محمد حرمة والبتان الذي غاب بجسمه لكن حضر بقلبه فليتفضل الخليل والإلخال بسم الله الرحمن الرحيم أحين عفا رسم الوجود عماء تقلك أرض أو تظل السماء أحين عفا رسم الوجود عماء تقلك أرض أو تظل السماء أيحلو وقد مد الجفاء رواقه على الأرض عيش أو يطيب صفاء إلى شرف الكونين تنبح حولنا كلاب الأعادي إن ذا لبلاء إلى شرف الكونين تنبح حولنا كلاب الأعادي إن ذا لبلاء إذا لم تصب معنى الحياة عقولنا فما لحروف الكائنات بقاء منادي حقوق الناس ضج به الفضاء أما لحقوق الأنبياء نداء منادي حقوق الناس ضج به الفضاء أما لحقوق الأنبياء نداء وهم بني الإنسان صفوة ربهم وهم عنده الأخيار والأمناء أليس حق الخلق أن تقتضى لهم حقوق إذا للحق كان قضاء بلى صرحت جداء لا ريب عندها ليبرح من كيد العدو خفاء أيا رحمة للعالمين ونعمة أعد لها الأبرار والسعداء حنانك يا للعطف أسعف بلفتة لينعش من هذا الوجود ذماء حنانك يا للعطف أسعف بلفتة لينعش من هذا الوجود ذماء فأنت ملاذ الخلق ما خاب من له إليك وإن مد الرجاء لجاء وأنت النبي الهاشمي الذي أتت به أمما من قبلنا البشراء ومن أنبياء الله من عهد آدم لعهدك مغبوط بك الحنفاء تلقتك أنداء السماء بمرحب وقدمت والروح الأمين وراء تلقتك أنداء السماء بمرحب وقدمت والروح الأمين وراء لك المعجزات الباهرات التي عنا لها حكماء الأرض والبلغاء ونطقك نور يشتنى در نظمه وصمتك حسن يشتلى وبهاء وفعلك والتقرير والترك طاعة لباغي الهدى فيها سناء وسناء وسيرتك الغراء أحسن إسوة وحفاظها للمؤتسين إساء إذا عدم المحروم برد نسيمها فليس لأدواء الشقاء
دواء. خلقت كما شاء المصور بهجة، وحسنك من غير الكمال براء. وما عاب من خلق على ما تقولوا، ولا خلق أعداؤك الشعراء. وما عاب من خلق على ما تقولوا، ولا خلق أعداؤك الشعراء. وعند هرقل ود صخر لو اهتدى، لذم ولكن للمقام إباء. وصحبك في سبل الهداية أنجم، بجذوة نور من هداك وضاء. على كل إلف آثروك وهاجروا، وأنت لهم من كل ذاك عزاء. إذن بارك الله فيك وعليك. إذن المشارك الموالي هو سيدي محمد وللخليل وللنحو. سيدي محمد وللخليل النحو. الحمد لله على الحمد، والحمد لله مع الحمد، والحمد لله حق الحمد، وصلى الله وسلم على عبده وحبيبه البشير النذير الرؤوف الرحيم الهادي الشهيد السراج المنير رحمته للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم جعلنا الله منهم إلى يوم الدين. ما كان لي أن أقف هذا الموقف وأن أنبس ببنت شفة بعد القصيدة التي سمعتم بالنيابة عن سيدي وأستاذي ومولاي وابن خالي بعد، ولي الشرف بتلك النسبة أستاذي محمد والبتار حرم الأدب والعلم. ما كان لي أن أفعلها ذلك لولا أنني أقف هنا ممثلاً لإخوتي في نادي المحبة للمديح والإنشاد في التجمع الثقافي الإسلامي برئاسة شيخنا الشيخ محمد الحافظ النحوي، والعبد يزهو على مقدار مولاه. وأهنئ باسمه وأحيي رئيس جمعية المدى والحاضرين جميعا على إقامتهم هذه الأمسية لنصرة مدى كل مدى، صلى الله عليه وآله حق قدره ومقداره العظيم. وأستسمح على الإطالة، ففي الحبيب لا يمكن أن يثنى العنان، فالقصيدة قد تكون طويلة ولكن الطويل في حقه وافر وخفيف وبسيط أيضا، هي من البسيط. روي الجوانح من راح الهوى جذلا، روي الجوانح من راح الهوى جذلا، واكسو الفؤاد من ثواب الجوى حللا، وانثر دموعك من فيض الهيام ندا، في قطره لؤلؤ الأشواق منهملا، وانفث لواعج أنفاس الحنين شذا، في من نفحه القدسي الكون قد ثملا، وعفر الخد من ترب الصبابة في تبر معانقه لا يختشي عطلا، وول وجهك شطر التيه ذا حول عن غيره برباه الدهر مبتهلا، وادع الحبيب ودندن باسمه طربا، لا تبغي بالمصطفى عدلا ولا بدلا. وادعوا الحبيب ودندن باسمه طربا، لا تبغي بالمصطفى عدلا ولا بدلا. يا سيدي يا ربيع القلب ربع دمي، ومهد روحي ولحد الجسم إن ذبلا، يا مشرق العمر يا غرب الخلود، ويا بعد الفناء بقاء طاب ثم حلا، يا نشوة النشأة الأولى، ويا قمرا أهل في شرفات الذات مكتملا، يا حمد يا كنز يا باء ويا ألفا به ابتداء وإطلاق الشؤون جلا. يا حمد يا كنز يا باء ويا ألفا به ابتداء وإطلاق الشؤون جلا، يا نبعة الكرم الذاتي، يا مددا
منه الوجود بسر الآن قد نهلا. يا رحمة الذات سر الذات، يا صفة يا نائبا فاعلا واسما لفعل على. يا سيدي يا سيدي يا منى نفسي وملتحدي وغاي غايي وبيض الهند والأسلا، يا جلوة الخلوة الجلى ووردي يا سبع المثاني وعلمي بعد والعمل، يا دلجتي ورواحي سبح ناشئتي صدى ألشت نشيد الذر ناي بلا، يا ترب مقربتي يا در متربتي يا نغم مكرمة منه الجدى حجلا. يا أحمد المجتبى ختم الرسالة، يا تاج النبوة في نحر الكمال حلا، يا بارقا فاض منه الفجر منبلجا قد طاب أصلا وفرعا في خلا وملا، يا أسمح الخلق يا أندى الأنام يدا، يا سيب يا خير من أندى ومن بذلا، يا خير مشك مقيل خير من سفرت غر المكارم منه في مطالع لا، يا خير مشك مقيل خير من سفرت غر المكارم منه في مطالع لا، كل صبا يا شأو كل مدى يا هام كل علا، يا سيدي يا مقام الأمن هل لك في عان تبوأ من سجن الهوى نزلا، كم قد برت ذوبة الآثام مهجته وكم قد برت ذوبة الآثام مهجته وناء كاهله ظلما بما حملا، كم أخر الرجل عند الأمر ممتنعا كم أخر الرجل عند الأمر منقلبا وكم أقام مطي النهي مرتحلا، كم صد عن حرم الطاعات ممتنعا وكم مضى في حمى العصيان ممتثلا، وكم أضاء شهاب الجهل ظلمته وأسرج العلم فيه الهون والكسلا، قد ضاقت الأرض رحبا والسماء به وسيم من كمد ما لو ربا قتلا، وأثخنته جراح البين مسبلة دم الحجاب ندم مغرورقا هطلا، يا راحة العفو يا راحة العفو عرنين النوال ويا فجر الهبات لسؤل المجتدي طفلا، هذا عبيدك بالباب الذي فتحت أقفال فيضك من أندائه وجلا، مستوهلا ببساط السبق منك فجد بوصل سبق به بعد البعاد سلا، ومن جنايته كن جنة وشفا وأطلق القيد فك الأسر والكبلا، ولتكشف الحجب عنه كلها وأمض عنه اللثام وبلغه المنى الأملا، وافتح عليه فتوحا منك عاجلة تجلي الصدى وتقر القلب والمقلا، وهبه غاية ما يصبو وفوق على قدر عظيم بقدر منك قد كملا، وعجلا بلباب الفيض منك هدى به الوجود لياسين الشهود تلا، وعجلا بلباب الفيض منك هدى به الوجود لياسين الشهود تلا، واخلع رضا الحفظ والتعمير منك على غوث الورى شيخنا وارأب به الخطلا، واحفظ رحى سرك الصن والمكين وكن للمسلمين ومن والا ولا وإلى، واحفظ رحى سرك الصن والمكين وكن للمسلمين ومن والا ولا وإلى، عليك والآل صلى الحق في أزل صلاة حمد زوت في كنهها الأزلا، ردت بها العين جر الوصل مبصرة وقد من قبل ثوب النوى قبلا. السلام عليكم ورحمة الله. ليلة المولد التي احتفتها بوليد مبارك الميلاد، طفئ النار غيض البحر إلا أثر الطين منهما والرماد، بشرت آياته وأنذرت الناس بوعد الثواب والإعاد، يا نبي الإله يا أفصح العرب وأدراهم بنطق الضاد، كن مجيري لدى المعاد فحسبي أنت من مجير عند المعاد، رب طه وسيلتي ووليي وعليه معولي واعتمادي، وبه أحسن الختام وهب لي مأمنا من عذاب يوم التنادي، واعف عني وعن أحبابي طرا
وأجرنا من الخطوب العوادي. مشاركة الموالية، مشاركة أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم مع الطالب محمد سعيد الشمال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على نبيه الكريم. أفيقوا يا جموع المسلمين، وقوموا للتظاهر ناهضين، وشدوا في مآزركم نطاقا، وسيروا بالمشاعر رافعين. أفيقوا يا جموع المسلمين، وقوموا للتظاهر ناهضين، وشدوا في مآزركم نطاقا، وسيروا بالمشاعر رافعين. أيرضى من له عقل سليم وقلب عاطف بالمؤمنين، بأن يسقي إلى سب وشتم من الأعداء لخير العالمين. ولم نغضب لخالقنا، وكنا من العرواء فيه سالمين، وفي الأسواق ندخل كل يوم جميعا مشترين وبائعين، ونلبس أحسن الأثواب فخرا، ونطعم آكلين وشاربين، ونحمل للهواتف في صباح وليل ذاهبين وقاعدين، بعافية ننام وفي سرور، وما بتنا قضابا ساهرين. أيرضى المسلمون بسب طه شفيع الأولين والآخرين؟ أترضون الحياة على رخاء ورقد لابدين وسائرين، وأنتم تسمعون ومشمئزت قلوبكم لشتم الأرذلين؟ أترجون الشفاعة من شفيع يسب ولم تكونوا ناصرين؟ فيا أهل الهدى قولوا فرادا، وقولوا بحماسة أجمعين، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل جاهلين. فيا أهل الهدى قولوا فرادا، وقولوا بحماسة أجمعين، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل جاهلين. صلاة الله منشئنا على من أذل به الإله الكافرين، ويتبعها السلام في ختام بحمد الله رب العالمين. بارك الله. إذن الفقرة الموالية مع الأستاذ الفقيه أب والأحمد والعبد الله واللباه، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو فوق ما يستعظم المستعظمون، وفوق ما يتهضم المتهضمون. أخلاقه نكة في المجد أيسرها، لطف يؤلف بين الماء والنار. لو جئته لرأيت الناس في رجل، والدهر في ساعة، والأرض في دار. لا بد في بداية هذا الحديث أن ندخل في صلب الموضوع، ونستذكر قول ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث بن المطلب، لما حمل يوم بدر مقطوع الساق، حمله حمزة وعلي، وأتيا به للنبي صلى الله عليه وسلم، وتوسد قدمه وقال له: أشهد أنك شهيد. ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لو كان أبو طالب حيا لعلم أن أحق بقولي كذبتم بيت الله نسلم محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضل ونتركه حتى نصرع حوله ونهل عن أبلائنا والحلائل. فلذلك لا بد لنا أيضا في هذا الزمن أن ننشد هذه الأبيات: كذبتم بيت الله نسلم محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضل ونتركه حتى نصرع حوله ونهل عن أبنائنا والحلائل. إنه العظيم وأمر جلل أن يقع هذا الحدث في هذه الأرض الطيبة الطاهرة، وهو في الحقيقة وبالرغم المقام في الحقيقة ضيق، وبالرغم من سخافة ما حصل وما أريد، على كل حال لا بد أيضا، هي شبهة زرعت في هذا المجتمع، وستتلوها شبه أخرى، هي إنما هي بداية فقط.
وعلى كل حال الشبهة مهما بلغت لا بد من قتلها في مهدها، مهما بلغت من السخافة وقلة الورود وكونها غير واردة لا بد من قتلها في مهدها، لأن في الحقيقة هناك، على كل حال هناك هي شبهة زرعت في المجتمع، زرعها أصحابها، فلا بد من الرد عليها، وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم قتل بني قرظة، وكأنها هي صورة لا ينبغي التركيز على جزء منها وتهمل الظروف التي تحيط بما حصل. الظروف التي تحيط بما حصل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وجد اليهود في المدينة التي كانت آنذاك تسمى يثرب، وودع هذه وجد ثلاث بطون، بني قينقاع وبني قراظة وبني النضير، وواثقهم وعاهدهم على التسوية، أن عليهم ما على المسلمين ولهم أن لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، أي ما يلزم المسلمين يلزمهم. ولذلك اليهود قالوا من سواك بنفسك فما ظلمك، هذا بشهادة اليهود أنفسهم. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوثيقة، في هذه المعاهدة، سواهم بالمسلمين. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن أول بطن من اليهود غدر هم بنو قريظة، هم بني قينقاع. أتت امرأة من المسلمين إلى صائغ حداد وتعمل عنده شيئا، فأتاها رجال من اليهود وراودوها أن تكشف عن وجهها فامتنعت، فأخذ الصائغ هذا ونشب ثيابها وهي آنذاك جالسة في حال جلوس، فلما قامت انكشفت فضحكوا، فإذا رجل من المسلمين أخذته الغيرة لدينه ولحماه ولما يلزمه أن ينتصر له، فقتل الحداد هذا، فقام رجال اليهود وقتلوه، فاعتبر هذا نقضا لما عاهدوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم على عادتهم، أنهم كلما عاهدوا أحدا نبذه فريق منهم، نبذوه، إذ هم ليسوا أهل عهد، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم آمنين، وخرجوا من المدينة. ثم البطن الثاني من اليهود هم بني قينقاع، بني النضير. بني النضير لزمة المسلمين دية، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لوفاء بالعهد، لأن ما يلزم المسلمين يلزمهم، فأظهروا له البشاشة وقالوا له ما حال لك يا أبا القاسم أن تخشنا في ديارنا وتطعم كذا وكذا، وأظهروا له البشاشة وقالوا له انتظر حتى نتشاور في أمرنا، فذهبوا وتآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم على قتله، وقالوا لا نجد فرصة لهذا الرجل أعظم من هذه الفرصة، تآمروا كلهم، فقال لهم بعض أحبارهم لا تفعلون، الرجل نبي وسيخبر من السماء، فقالوا لا نجد هذه فرصة لا نضيعها، فعجنوا ذلك الرجل ليأخذ صخرة ويصعد على جبل ويرمي بها النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تأمروا، فأتى جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حصل. لما أخبره بما حصل خرج من بين أصحابه كأنه يريد حاجة لئلا يؤذوا أصحابه، فلما ذهبوا رجعوا
قالوا أين أبا القاسم؟ قالوا استعجل، أخبرهم رجل أنه رآه داخل المدينة، فقال استعجل أبو القاسم، فكان كنا نتشاور في أمرنا وكنا نريد أن نطعمه وكذا وكذا، كلام ساخر. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز لهم جيشا، لأن هذا هي أعظم جريمة، هم استؤمنوا ثم خانوا فأجلوا من المدينة، فأجلوا من المدينة بأموالهم ما حملته الإبل من أموالهم وآمنين على أنفسهم. إذن عاملهم، قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يقتل منهم رجلا واحدا، وإجلاهم عن المدينة وإبعادا لأداهم عن المسلمين. ثم لما ذهب هذان البطنان ما قرر لهم قرار، أخذوا يؤلبون على النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار، وذهبوا إلى قريش وذهبوا إلى قبائل العرب وجمعوا وحشدوا وأتوا للمدينة بعشرة آلاف، عشرة آلاف مقاتل غزوا بها المدينة في أعظم محنة مرت على الإسلام، التي وصف الله تعالى في الآية قال تعالى: جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذن هذه المحنة التي وصف الله تعالى في هذه الآيات سببها اليهود، وكانوا قبل ذلك يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، سحروه وسموه وضعوا له السم في الذراع، بعد ذلك آذوه، كانوا يؤلبون عليه المنافقين في الداخل ويؤلبون عليه قبائل العرب في الخارج، حتى رد الله الذين كفروا بعضهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ثم بعد ذلك في هذه المحنة العظيمة التي وصف الله تعالى، كان المتبقي قبيلة واحدة، هم بنو النضير، بنو قرارات، بيت القصيد، بيت بعد ليس بحسنه، بني قرارات. فلما كانوا متمسكين بالعهد وكانوا يحمون ظهور المسلمين، لأن المسلمين لما أشار سلمان على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله كنا إذا خفنا خندقنا، فحفروا الخندق من حرة واقم إلى حرة الوبرة قبالة جبل السلام، وتركوا خلفهم لبني قرظات لأنهم على العهد. فلما دخل المسلمون في هذه المحنة العظيمة، عشرة آلاف تحاصر المدينة، وفي هذا الضيق الشديد غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وألبوا عليه العداء وحاربوه في هذه المحنة، والمسلمون في أشد الضيق. فلما رد الله الذين كفروا بغيظهم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد 20 يوما من الحصار الشديد في البرد والرياح والغبار، دخل ليغتسل. فلما دخل ليغتسل فإذا رجل يدق الباب دقا شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم على فرس، فناجاه، فإذا هو جبريل، قال له: وضعتم سلاحكم ولم نضع سلاحنا؟ قالوا: إلى أين؟ أشار إلى بني قرظة. هلا بوحي من الله أولا، والأنبياء لا يتصرفون إلا بالوحي، إن هو إلا وحي يوحى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنفر النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال: ألا لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قرظة. هلا أولا بأمر من الله تعالى، ثم بعد ذلك إذا رجعنا إلى السياسة العامة، سياسة الدول، السياسة الأمنية، عدو هذا طبعه
إذا تركته في الداخل أذاك في الداخل، حاول قتلك، سمك، ألب عليك المنافقين، وإذا طردته جمع لك الناس من ها هنا وها هنا وغزاك في عقر ذلك. أي سياسة أمنية هل من السياسة والحكمة تركهم يخرجون ليؤلبوا مرة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى أمته وعلى دينه؟ أي إلى نظرنا إلى السياسة، السياسة الأمنية، أي حكمة تقتضي إطلاقهم هكذا؟ لا لا لا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم، أولا أفعال الأنبياء قدر من الأقدار، هي أفعال الأنبياء تعتبر قدرا، لأن الأنبياء لا يتصرفون عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى بأوامر الله تعالى أولا. ثم بعد ذلك هذا إذا الوحي طبعا في الدرجة الأولى، ثم إذا نظرنا مثلا نزلنا إلى وقسنا أفعال الأنبياء على السياسات العامة، السياسات التي تقتضيها حكمة الدول واستقامة الأمور، أمور الناس، أمور دينهم ودنياهم، نجد لا مصلحة في 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 تركهم آمنين سالمين، لأنهم سرعان أيضا، لأن هو يقولوا كالعصا ما يقر فيهم الخير، اليهود ما يقر فيهم الخير. ولذلك هذا البطنان الأولان الذي فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا، هموا بقتله وآذوا وغدروا وخانوا العهد.